النوع التاني من الاكوليبريم هو حاجه بنسميها روتيشن اكوليبريم. الروتيشن اكوليبريم بيعتمد على ان انا بعمل بالانس اوف توركس بدل بالانس اوف فورسز. التورك هو بيبقى ديفايند از ال ار اي تايمز اف اي، اللي هو الفورس نفسها اف اي تايمز ار اي اللي هي الارم بتاعها. لو انا خدت المثال اللي قدامي هنا دوت، هلاقي المثال دوت بيبقى فيه عندي بيفوت بوينت محدده، لازم يبقى في عندي عشان يبقى في تورك لازم يبقى في بيفوت بوينت محدده، منها ببتدي احسب الطول بتاع الارم بتاعت العزم دوت او بتاعت الفورس ديت، عشان ابتدي احسب التورك اللي جاي من اف 1 بيساوي كام والاف 2 بيساوي كام. يعني هنا لو انا خدت البيفوت بوينت هنا مكان الماركر، يبقى معنى كده هيبقى عندي العزم الاولاني عباره عن اف 1 في ار 1، والعزم الثاني عباره عن اف 2 في ار 2، مع مراعاه ان كل واحد فيهم في دايركشن مختلف. فهنا لو انا عملت البالانس بتاع التوركس دي، لو عندي اف 1 اكبر من اف 2، يعني العزم اللي جاي من اف 1 اللي هو اف 1 تايمز ار 1 اكبر من اف 2 في ار 2، هلاقي ان الاوبجكت بتاعي ده هيتحرك كده، هيتحرك في اتجاه كاونتر كلوك وايز. لو عندي اف 2 ار 2 اكبر من اف 1 ار 1، يبقى معنى كده ان انا هتحرك في الاتجاه الايه؟ كلوك وايز. يبقى معنى كده لو انا عايز يحصل لي روتيشن ايكوليبريم، يعني الاوبجكت بتاعي ده ما يلفش في الاتجاه ده او في الاتجاه ده، يبقى لازم مجموع التوركس دي بيساوي صفر حوالين او اي بوينت عندي موجوده في الايه في الاوبجكت بتاعي. فلو انا بصيت على الاوبجكت بتاعي هنا دوت، هلاقي ان انا عندي يعني سميشن بتاع تاو اي بيساوي صفر، ده بيضمن لي ان الاوبجكت ده ما بيتحركش في اي اتجاه خالص، هيفضل ثابت في مكانه. اوكي، ف بيسكلي في المساله دي هيبقى عندنا، لو احنا عندنا الايكوليبريم دوت بيتحقق، يبقى معنى كده الاقي اف 1 في ار 1 تايمز اف 2 في ار 2 يساوي صفر. اوكي، يبقى لازم دي بتساوي دي، او مجموع دي زائد دي بيساوي صفر. اوكي، طبعا احنا هنا من الحلول اللي هي يعني حاجات التولز احنا بنستعملها عشان نسهل علينا المسائل شويه، ان انا دايما بختار البيفوت بوينت دي في حته ممكن انها تشيل بعض الانونز الموجوده عندي في المساله. يعني لو انا فرضا اخترتها انا هنا، اخترت البيفوت بوينت بتاعتي في النص هنا، اوكي، يبقى معنى كده البالانس بتاعي هيبقى فيه 3 فورسز مش هيبقى فيها 2. اوكي، فاحنا دايما بنفضل احنا ناخد البيفوت بوينت في مكان يسهل عليا المساله بدل ما احطه في مكان يخليها اصعب. اوكي، لو عندي انونز في مكان يستحسن ان احط البيفوت بوينت عند الانون فورسز علشان تحاول تخلي المساله بالنسبه لي اسهل. اوكي، لو احنا يعني بعد كده هنشوف ان شاء الله المسائل زي كده، وهنعرف ان احنا يعني دي بتخلي المساله تبقى حلها ابسط بكثير. طبعا احنا يعني كقاعده summation of torques احنا ممكن ناخد اي بوينت، بس احنا اختيارنا بيفضل ان هو يبقى في بالشكل اللي انا كنت بقول عليه، ان انا باخده عند واحده من الفورسز عشان اقلل عدد التيرمز اللي انا بحسب لها بالانس. اوكي، انما اي بوينت انا ممكن احسب عندها وتساوي صفر. يعني لو الاوبجكت دوت يعني في ستاتيك بوزيشن، يعني ما بتحركش ما بيحصلوش روتيشن، يبقى معنى كده لو انا خدت البيفوت بوينت هنا، خدتها هنا، خدتها هنا، خدتها في اي مكان، خدتها هنا، لازم البالانس يطلع متحقق، ما يبقاش فيه اي مشكله.